دخلنا في ملعب محايد، يعني ما عادش في جمهور واحد لفريق واحد. مهما يكون المدرب، باش تكون في اندفاع لفريق اللي يلعب على ارضه واكثر من الفريق اللي خارج ارضه. ولكن اليوم دخلنا في معطيات مختلفة تماما عن ما هو متوقع. صرنا في ملعب محايد، مباراة الفائز فيها هو البطل، التعادل نمشي لما بعد من ذلك. ولذا انا اعتقد انه تغير شكل المباراة ككل، حتى ممكن جاياردو بين التشكيلة اللي خذيناها اسامة في المباراة اللي تلغات والتشكيلة المتوقعة والتشكيلة اللي لعبها خارج ارضه فوارق حتى في الخطة اصلا. لكن خالد، قبل المباراة الاولى كان كلام منسوبي الفريقين ان اللي يخسر يحتاج لفترة طويلة من الزمن عشان يتجاوز الخسارة هاي. بعد الأحداث هذه كلها اللي صارت، شو راح يصير في اللي بيخسر المباراة اليوم؟ يعني أعتقد أنه التأثير النفسي بيبقى كبير جدا على كل اللي أنا بتلعب في الأرجنتين، على ملعب كل فريق، إنما برضه هيبقى في تأثير نفسي على اللعيبة وتأثير نفسي على الجمهور. أنت شفنا المشجع اللي بيبكي بمجرد أن حد بيسلم عليه من اللعيبة، فبالتالي التأثير النفسي موجود، الضغوط موجودة على الجماهير وعلى الفريقين. وأعتقد أن ده بيدي برضه انطباع جيد جدا، المباراة مختلفة تماما عن كل المباريات اللي كانت موجودة في السابق. الأهم من كده أن المباراة دي تجربة، هي بتقام على اوروبا للموسم الجاي، مباراة فاصلة على ملعب محايد حتى لو كانت بين بوكا وبين ريفر بليت، ده القانون الجديد بالنسبة للأمريكا الجنوبية. وبالتالي السنة دي النهاردة نعتبرها تجربة حية في ملعب عظيم أمام جماهير عظيمة، أمام كمان لعيبة من الكبار جدا على مستوى العالم موجودين في الملعب. هم دون أدنى شك السر في هذه الحكاية جماهير الفريقين، وهم اللاعب الأكثر تأثيرا على الشكل الذي ذهبت عليه هذه المباراة أو ذهب عليه هذا المسلسل. كانوا هم الأبطال قبل البداية في مباراة الذهاب، الألوان الزرقاء والصفراء تسيدت المشهد، لكن واحد من مشجعين ريفر بليت حول كل هؤلاء من بيونس آيرس إلى مدريد رفاقة وخصومة. ماذا يقولون عنه في هذا التقرير؟ تحدثت إلى أصدقائي من ريفر بليت أنه بالإمكان أن نحضن بعضنا البعض، 99% من الجماهير بإمكانها أن تعيش أجواء مباريات بشكل طبيعي خارج المونومنتال والبومبونيرا، بإمكان أن نحضن بعضنا البعض ونتحدث إلى بعضنا. شاهدتم كيف فئة ظال أقلية هي التي كانت أثرت على مجرى المباراة أو مسار المباراة وجعلت هذه المباراة تنتقل إلى هنا إلى مدينة رائعة هي مدريد. هذه المباراة كنا نتمنى أن تكون في بوينوس آيرس، لكن اليوم نحن هنا 60,000 متفرج سيتابعونها في مدريد، وأنا إلى جانبي صديق من بوكا جونيورس، نحن حاليا يسودنا الهدوء، وهذا مثل نعطيه إلى الفئة الضالة التي أثرت على مجرى المباراة. 3-0 سنكسب، لا أنا أكتفي ب1-0 وبراتو سيسجل الهدف. لدي إحساس أنه أحدهم وضع يده في جيبي وسرقني، هكذا تصرف معنا الكونميبول. نحن انتظرنا ساعات طويلة، 7 ساعات يوم المباراة في المونومنتال، ومن بعد قالوا لنا عدنا يوم الأحد، ومن بعد يقولوا المباراة نقلت على كل. اليوم نحن في مدريد، جمهور الريفر وجمهور البوكا في كل مكان في العالم بإمكان أن يعطوا فكرة عن كرة قدم رائعة. حاليا هنالك شحنة معنوية رائعة، أنا سعيدة جدا للتواجد ولمواكبة هذه المباراة بين الريفر والبوكا هنا في مدريد. بكل تأكيد سيكون شعور رائع، مباراة أمام جماهير غفيرة، أنا أحب الريفر وسأبقى كذلك. جماهير من كل أنحاء العالم أتت إلى مدريد سياحة وأيضا لمواكبة هذه المباراة بين ريفر وبوكا جونيورس. نعرف جيدا أنه حاليا ومنذ سنوات السياحة الرياضية والذهاب إلى عدة أماكن في العالم من أجل مواكبة مباريات قوية مثل هذه المباراة بين ريفر وبوكا جونيورس. كيف حالك سيدي؟ بيم أنت جئت من المكسيك لمواكبة المباراة. نعم أنا أتيت من المكسيك، بوكا وريفر وأحب البوكا.
كيف يسألك ما هو رأيك في المباراة؟ مباراة سأتمناها ممتازة بين فريقين كبيرين. هي مباراة بين فريقين وحساسية كبيرة بينهم وتنافس كبير بينهم. صحيح التنافس شديد جدا وربما هناك خطورة من طرف الجماهير. نعم نحن جئنا إلى هنا من السلفادور لمواكبة المباراة وتشجيع البوكا. تحياتي. جئتم من خاصة من سلفادور. نعم جئنا لمتابعة مباراة يوم غد. نحن وصلنا يوم الأربعاء وجئنا لمواكبة المباراة وتشجيع البوكا. نعم جاهزون للمباراة. لذلك ندرك قيمة ريفر وبوكا نهائي ليبرتادوريس على أبوظبي الرياضية هنا في سانتياغو برنابيو.